السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم يا شباب على قناة أيوب خبيز. في هذا الفيديو أتيت لكم بمجانية وهي عبارة عن قلم حبر رائع يصلك إلى باب منزلك دون أن تدفع ولا شيء. فهذا القلم عندما تقوم بكتابة في أي ورقة يمكنك مسح ذلك الكتابة بإصبعك هكذا، كما أنك تمسح الطباشير على اللوحة. نعم يا اخواني الكرام، فهذا المنتوج قد وجدته حاليا واحببت ان اشارك معكم واقوم بطلبه امامكم يا اخواني الكرام. المهم، اذا كنت تريد معرفة طريقة طلب هذا القلم الحبر، كل ما عليك فعله هو متابعة هذا الفيديو لاخره. واذا كنت اول مرة تشاهد هذه القناة، المرجو الضغط على زر الاشتراك ثم تفعيل خاصية الجرس لكي تتوصل بكل ما هو جديد حول هذه القناة. وايضا لا تنسوا الضغط على زر لايك للفيديو تشجيعا لنا لنستمر في تقديم لكم الجديدة إن شاء الله. لن أطول عليكم فلنبدأ على بركة الله، انتظرونا بعد هذا الفاصل القصير. مرحبا يا شباب، قبل ان اتطرق الى شرح طريقه الحصول على قلم الحبر، ادعوكم للاشتراك في هذه القناه الخاصه بمطبخ ام شادين كويزين ام شادين. فكما ترون اخواني الكرام، فهي قناه خاصه بالطبخ، لديها فيديوهات رائعه وانا ايضا قمت بمشاهده هذه الفيديوهات. ويمكنكم دعم هذه القناه يا اخواني الكرام عبر الضغط على زر الاشتراك ثم تفعيل خاصيه الجرس. نريد ان تصل هذه القناه الى 1000 مشترك يا اخواني الكرام، فهي قم بتوصيل هذه القناه الى 1000 مشترك. الان سوف ننتقل الى الموقع، تابع معي. مرحبا يا شباب، فكما ترون في الصورة هذا هو القلم الحبر الذي سوف نقوم بالحصول عليه مجانا. فكما قلت لكم في بداية الفيديو، عندما تقوم بكتابة بهذا القلم على أي ورقة يمكنك مسح تلك الكتابة بإصبعك هكذا، وسوف تختفي الكتابة بدون اثر، سوف تختفي وبدون اثر يا اخواني الكرام. نعم، سوف اضع لكم الرابط اسفل هذا الفيديو لمن اراد الحصول على هذا القلم الحبر. ناتي الى الاسفل، فبعد الدخول الى الموقع ناتي الى الاسفل قليلا، وهنا نعم تقوم بكتابه اسمك او اسمك بالكامل. نعم اخواني الكرام، اسمك بالكامل، وهنا تقوم بكتابه الايميل، وهنا الادرس عنوان منزلك يجب ان يكون صحيح لكي تتوصل بهذه المجانيه الى باب منزلك. وهنا السيتي تقوم بكتابه المدينه، وهنا يمكنك اعاده كتابه المدينه او كتابه المنطقه التي تقطن فيها يا اخي الكريم. وهنا الزيب كود، هنا الرمز البريدي، وهنا في الاسفل تقوم باختيار الدوله التي تعيش فيها، مثلا انا في المغرب. نعم، هذا الموقع يدعم المغرب فكما ترون اخواني الكرام. وهنا يقول لك كوستوميز يور بين ويت ياب تو 35 كاركتر، يمكنك كتابة رسالة قصيرة بها 35 حرف تقوم بالتعبير عن هذا القلم، انه جيد، انه رائع، ويريد الحصول عليه. هذه هي الكلمات التي تقوم بكتابتها، او كلمات اخرى تعبر عن هذا القلم يا اخي الكريم، تقوم بكتابتها هنا 35 حرف، لا يجب كتابة 36 أو 37، فموق 35 حرف فلن تقبل هذه الرسالة، عليك بكتابة 35 حرف إلى الأسفل. وبعد ذلك تقوم بكتابة بالضغط على سيب مايت، وسوف يتم إرسال هذا الطلب إلى هذا الموقع. وبعد مراجعة طلبك سوف تتواصل بإذن الله بهذا الحبر يا إخواني الكرام. سوف أريكم الصورة. نعم، هذا هو الحبر، سوف تتواصل به إلى باب منزلك بعد ملء هذه الخانة. المهم، إلى هنا وينتهي الفيديو، وإلى فيديو آخر إن شاء الله.